فريق السلة رجال. الحقيقة فريق السلة رجال طبعا تخطى زي ما انتم عارفين نادي الجزيرة، الفريق المحترم تخطى 3-1 في الدور قبل النهائي لدوري السوبر. رحنا على نادي الاتحاد هنلعبه 5 مباريات، اللي يكسب 3 مباريات هو اللي يفوز بدوري السوبر. الحقيقة عندنا عبد الفضيل اللاعب رقم او في مركز 5 جاله التواء بالركبة، طبعا دي صورة عبد الفضيل احد الصفقات اللي انضمت للنادي الاهلي حديثا. اللاعب ده لاعب راجل، رجولة جامدة جدا في الملعب، دفاع هجوم. الحقيقة جاله التواء في الكاحل، في السوري في الركبة. لما عملوا اشعاعات كان كل الناس اللي شافت الاصابة قالت غالبا صليبي، الحمد لله ما طلعش صليبي، ولكن محتاج فترة اعداد، فغالبا عبد الفضيل مش معانا في الماتشات. في البديل في بدائل كتير قوي الحمد لله، والنادي الاهلي عامل فرقه محترمه جدا في الباسكت بول. بس انا عندي رساله، عندي رساله بالذات مع الفريق كره السله بحكم ان انا كنت لاعب سابق طبعا في النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم انه الرساله الاولى للجمهور، جمهور النادي الاهلي لازم يدعم الفريق ده بكل قوه، وانا متاكد من ده. ليه؟ اولا الفريق ده فيه 9 لاعبين منهم اول مره او اول موسم يلعبوا مع بعض، اللي جاي من امريكا واللي جاي من في النادي تاني واللي جاي من واللي كان مصاب ورجع، فاذا الهارموني لسه ما جاتش. الباسكت غير اي لعبه تانية، الباسكت غني بالمهارات، هتجيب فرقه وتيجي تكملها يعني او تعمل فرقه تبقى محظوظ لو كسبت بطوله من اول موسم، تبقى محظوظ وقمه التوفيق لو خدت بطوله من اول موسم، بيحصل ولكن عايز مجهود جامد واحنا في موسم استثنائي. فلازم الجمهور يدعم الفرقه ويفضل وراها ويصبر على اللعيبه، احنا 5 ماتشات ممكن الماتش الاول ما يبقاش موفقين، الثاني يتوفق. فدي رساله لجمهور النادي الاهلي، جمهور او الرساله الثانيه بقى لفريق النادي الاهلي، الفرقه نفسها، الدفاع. الدفاع هو اللي هيجيب لك بطوله، الهجوم ممكن يكسبك ماتش. احنا لما بنقفل انسايد بنتريشن وبنقفل وبنضيق المساحات في الملعب وبنستحوذ على الكوره دفاعا وهجوما بنكسب، حتى لو ما كناش موفقين في الايه في الهجوم. خلي بالكوا انا بقول الكلام ده للعيبه، اللعيبه مهم جدا ندافع، دافعوا. واللعيبه انا متاكد ان انتوا على قلب رجل واحد، ولكن الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. دافعنا ان شاء الله، انا بقول لكم باذن الله هنبارك لكم على دوري السوبر، وكل الدعم وكل يعني زي ما بيقولوا التمنيات والدعاء ليكم ان شاء الله ان ربنا يوفقكم، لان الحقيقه بطوله مهمه وبطوله بتبين الاكفأ. ليه؟ لان انت بتلعب عشان تقول انت كسبت الخصم، ما بتكسبوش ماتش، بتكسبه على الاقل 3، فطبعا اكيد بتبقى انت افضل. كل التوفيق لفريق السله وكل التوفيق لكابتن اشرف توفيق.